يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الأخوة والأخوات يسألون على عنوان عملنا. أنا بالحسينية، بغداد بالحسينية، شرخي شارع 30 قرب مدرسة الغزالي. تواجدي هنا بهذا العمل من 8 الصبح ل 5 العصر، والجمعة استراحتنا ما نطلع. يبقى الاستخارة راح أخلي لكم الرقم بالشاشة. الاستخارة مجانا، كل الحجابات اللي تحتاجوها مجانا، مثلا حجابتي للسيارة تبيعها، للبيت، للأرض، حجاب للأطفال، للبنية قسمتها للتابعة، حجاب للدراسة، تقوية الذاكرة، أي حرص تحتاجه خليتكم الرقم هنا تتصلون عليه، أنزلكم إياه مجانا وأنا خادم لكم. إنما العلاجات، كل العلاجات عندي بفضل الله سبحانه وتعالى، البدنية والروحانية بفضل الله سبحانه وتعالى. وأي شيء تحتاجون تواصلوا ويا هذا الرقم وأنا أكون خادم لكم، ولا تفكرون بالماديات، أي شيء تحتاجون أنا حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. بس أرجع وأذكر، أهم شيء لا تنسون والدي. بخلاص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.